السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح ناخذ لاب رقم 5 اللي هو آخر لاب داخل معاكم في مادة المد، فامتحان كل مد رح يكون لحد لاب رقم 5 إن شاء الله تعالى. اليوم اللاب رح نحكي عن الاندايركت اجلوتينيشن، عن فحوصات، 3 فحوصات رئيسية كأمثلة على الاندايركت اجلوتينيشن اللي هو السيري اكتف بروتين السي ار بي والريماتويد فاكتور الار اف انتي ستريبتولايسين او الاي اس او. ماشي، قبل ما نحكي عنهم نرجع نحكي شو هو الاندايركت اجلوتينيشن. في الاندايركت اجلوتينيشن بيكون عندنا ايش؟ بيكون عندنا الانتيجين سوليبل. ماشي، وشو عملنا؟ حطيناه على لاتكس وجمعناه مع الانتيبادي اللي اعطاني الاجلوتينيشن، صح؟ فبالتالي الشيء الرئيسي في هاي الفحوصات يعتمد على ايش؟ على انه هو اندايركت. رح نبلش اول اشي بالسي ار بي. السي ار بي تيست هو عبارة عن فحص للانفلاميشن. هذا الفحص شو هو؟ عبارة عن فحص لبروتين بنسميه السي رياكتيف بروتين. هو عبارة عن بروتين يتم صناعته في الكبد في الليفر كإشي مناعي، كرد فعل مناعي لإيش؟ للإنفكشن. ماشي، هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن النيت إميونيتي. إذن السي رياكتيف بروتين هو عبارة عن بروتين يتم تصنيعه في الكبد. هذا البروتين يتبع إلى الإنات إميونيتي. ليش بيصنعه الكبد؟ بيصنعه كرد فعل مناعي على حدوث الإنفكشن. طبعا هذا السي رياكتيف بروتين في الناس الطبيعيين موجود، بس بيكون تركيزه كتير منخفض، بيكون تركيزه تقريبا 5 ملغ لكل لتر. عند حدوث الانفكشن مباشرة بعد حدوث الانفكشن راح ترتفع كمياته لأكثر من 1000 مرة. بسبب هذا الارتفاع الكثير كبير بالكمية للسي رياكتيف بروتين بمجرد حدوث الانفكشن، احنا اعتبرنا انه هو دلالة على وجود ايش؟ وجود انفكشن، وجود السي رياكتيف بروتين بتراكيز عالية يدل على وجود الانفكشن. لكن اي نوع من الانفكشن؟ ما بنعرف. انه هو فقط بدل على حدوث الانفكشن. هل الانفكشن في الليفر؟ هل الانفكشن في الكدني؟ هل الانفكشن في البلد؟ ما في اشي ممكن يحدد لي عن طريق فقط فحص السي ار بي. هو فحص ايش؟ هو عبارة عن فحص غير متخصص، not specific. ليش not specific؟ not specific لان هو بس بيحكي لنا انه في عنا ايش؟ في عنا انفكشن، بس ما بيحدد لي شو، ما بيحدد هو نوع الانفكشن. ماشي، هاي شغلة. شغلة ثانية بالنسبة للسي رياكتيف بروتين، مجرد ما انه يبلش الانفكشن يختفي بسرعة تراكيزه بتقل للسي رياكتيف بروتين. ماشي، مشان هيك احنا شو بنعتبره كمان؟ دلالة على ايش؟ دلالة على التريتمنت. هل التريتمنت فعال او غير فعال بالنسبة لايش؟ بالنسبة للانفكشن. طبعا ارتفاع كمياته حكينا بيرتفع بكثير حالات، بيرتفع بالفيرال انفكشن، بيرتفع بالبكتيريال انفكشن، بيرتفع بالنون انفكشس انفلاماتوري ديزيز زي ريماتويد ارثرايتس، بيرتفع في المالجنسي في السرطانات. فهو ايش؟ فحص غير محدد. ماشي، هون بس مراجعة لأشياء بسيطة. اللي هو السيري أكتيف بروتين هو عبارة عن أكيوت فيس بروتين. مين بصنعه؟ بصنعه الليفر. ليش بصنعه الليفر؟ بصنعه بسبب حدوث الانفكشن. الشخص الطبيعي عنده السيري أكتيف بروتين لكن بتراكيز منخفضة، 5 ملغ لكل لتر، بيرتفع أكثر من 1000 مرة بمجرد حدوث الانفكشن. ومجرد إنه الانفكشن راحت راح ينقص بسرعة، مشان هيك بينفع ايش؟ بينفع لنقيس التريتمنت للديزيز. ماشي، طبعا كل ما زاد تركيز السي رياكتيف بروتين في البلد معناته درجة الانفلاميشن بتكون اعلى. فهو بيعطيني اصلا كانديكيشن قديش الانفلاميشن موجود في الجسم. كل ما زاد التركيز زادت درجة الانفلاميشن، بس اي انفلاميشن ما بيحدد لي، فقط بيحدد لي انه في عنا ايش؟ بيحدد لي انه في عنا فقط. بالنسبة للفحص، الفحص شو البرنسبل ليله؟ الفحص انا بدي افحص موجود هو السي رياكتيف بروتين في السيرم في عينة المريض. اذا انا بدي افحص وجود السي رياكتيف بروتين،
شو كيف رح نفحص وجود السيري اكتيف بروتين؟ عن طريق ان نحط على لاتكس، على بوليسترين لاتكس، ايش؟ انتي سيري اكتيف بروتين، انتي هيومن سيري اكتيف بروتين، بنحطه على البوليسترين لاتكس، بيجينا جاهز كت يحتوي على الانتي سيري اكتيف بروتين موجود على اللاتكس، نجمعه مع السيرم للمريض الذي يحوي على السيري اكتيف بروتين. فاذا كان موجود السيري اكتيف بروتين رح يعمل لي اجلوتينيشن، اذا ما كان موجود ما رح يعمل اجلوتينيشن. هذا عباره عن اندايركت اجلوتينيشن. ليش؟ لانه احنا حطينا الانتي بودي، ماشي، الانتي بودي حطيناه على ايش؟ حطينا الانتي بودي اللي هو كان سوليا بالانتي بودي، حطيناه على البوليسترين لاتكس. نيجي هسه للكت للسيري اكتيف بروتين. بالنسبه للكت يحوي على 3 بوتلز. البوتل الاولى اللي فيها الرياجنت، والرياجنت لونه ابيض. هذا الرياجنت على ايش بيحوي؟ يحوي على الانتي هيومن سيري اكتيف بروتين محمول على بوليسترين لاتكس، ماشي. اذا عندنا، انا لما بحكي عن رياجنت ما بحكي انه هو انتي هيومن سيري اكتيف بروتين، لا، انتي هيومن سيري اكتيف بروتين محمول على ايش؟ محمول على بوليسترين لاتكس. لان لو كان انتي هيومن سيري اكتيف بروتين لحال ما رح يعطيني رياكشن، واضح. في عندي البوزيتيف كنترول. البوزيتيف كنترول عبارة عن هيومن سيري اكتيف بروتين تركيزه اعلى من 15 ملي جرام لكل لتر، والنيجاتيف كنترول بيكون عبارة عن ايش؟ هيومن سيري اكتيف بروتين لكن ايش؟ تراكيزه منخفضة. يعني حتى النيجاتيف كنترول فيه سيري اكتيف بروتين لكن ما له، تراكيزه منخفضة جدا بحيث انه ما بيعمل لي. نيجي هسه للفحص. بالنسبة للفحص رح نستخدم فيه ايش؟ نستخدم فيه الكارد السوداء، لون الخلفية سوداء. ليش لون الخلفية سوداء؟ لانه الرياجنت عندنا لونه ابيض، على عكس ويدال وروز بنجال. ويدال وروز بنجال كان عندنا ايش؟ في الرياجنت ملون بلو وريد، وفي عندنا روز لون الروز بنجال، صح؟ استخدمنا لهم الخلفية البيضاء. لكن لما يكون الرياجنت عندي يكون الرياجنت عندي لونه ابيض، رح نستخدم الخلفيه السوداء. طيب شو رح نيجي نعمل؟ اول شيء الفحص عندنا هو اللي هو الكواليتاتيف تيست، يعني بحدد هل الشخص عنده تراكيز عاليه من السيري اكتيف بروتين او ما عنده تراكيز عاليه من السيري اكتيف بروتين. شو رح اجي اشتغل على الكارد؟ بعمل ماركر نيجاتيف كنترول بوزيتيف كنترول وعينه المريض، ماشي، اللي هي بنعملها التست. الدائرة الأولى بنحط فيها ون دروب من النيجاتيف كنترول، الدائرة الثانية بنحط فيها ون دروب من البوزيتيف كنترول، والدائرة الثالثة بنحط فيها 50 مايكروليتر من عينة المريض اللي بتكون بدرجة حرارة الغرفة. هيك بكون حضرت عينات الثلاث. وحكيت لكم عينات الثلاث ليش؟ لأنه البوزيتيف كنترول والنيجاتيف كنترول هن عينات، بعاملهم معاملة العينة، بس انه الفرق انه انا هاي العينة بعرف انه فيها، وهاي العينة بعرف انه ما فيها الاشي اللي بدور عليه، صح؟ جهزت عيناتي الثلاث، شو راح احط؟ وان دروب من الرياجنت. بالنسبة للرياجنت لازم اطلعه قبل بفترة من الفحص، ليش؟ مشان يكون بدرجة حرارة الغرفة. قبل ما ابلش الفحص لازم اعمل له ايش؟ جنتل شيك. ليش بعمل له جنتل شيك؟ مشان اضمن انه التراكيز تكون ايش؟ متساوية في كل السائل. بعدين ايش؟ بحط ون دروب على النيجاتيف كنترول، ون دروب على البوزيتيف كنترول، ون دروب على ايش؟ على عينة، على عينة المريض. لما بحط الون دروب راح احطها من مسافة شوي صغيرة، ما بدخل الدروبر لداخل العينة. ليش؟ مشان ما يصير عندي كونتامينيشن للرياجنت. بعد ما حطيت الرياجنت راح احرك كل سيركل لحال في بلاستيك ستيك. بعدين شو رح اعمل؟ رح اضلني احرك الكارد لمدة ايش؟ لمدة 2 دقيقة تقريبا. بعد الدقيقتين شو رح اجي اعمل؟ اول اشي رح اقرأ النيجاتيف كنترول. زي ما انتم شايفين هنا، هي النيجاتيف كنترول اعطاني كلير، اعطاني سائل بيكون كلير، فهذا
شغلي صح في نيجاتيف كنترول. البوزيتيف كنترول اعطاني سائل يحوي على رواسب وبيحوي على اجلوتينيشن زي حبات الرمل. بعد ما اشوف النيجاتيف كنترول صح والبوزيتيف كنترول صح بطلع على عينة المريض. بالنسبة لعينة المريض اللي موجودة بالصورة هون شايفين انه فيها ايش، فيها اجلوتينيشن زي تراب زي الرمل زي البوزيتيف كنترول. اذا العينة فيها ايش، العينة فيها تراكيز عالية من السيري اكتف بروتين. دكتور فقط انه العينة بوزيتيف، راح ابعت للدكتور التايتر. فمشان هيك بنكمل للسيمي كوانتيتيف تيست. حكينا السيمي كوانتيتيف تيست هو عبارة عن الفحص اللي انا بطلع فيه التايتر، صح؟ حكينا رح نطلع التايتر عن طريق انه نعمل سيريال ديليوشن للعينة. كيف رح نعمل سيريال ديليوشن للعينة؟ بنجيب الكارد السوداء وبنحط فيها ايش، بنحط على 5 سيركلز، ماشي؟ كل سيركل فيها 50 مايكروليتر من النورمال سلاين اللي هي ايش، اللي بنخفف فيها، صح؟ بعد ما نحط فيهم كلهم نفس الكمية اللي هي 50 مايكروليتر من النورمال سلاين، رح نيجي على السيركل نمبر 1. نيجي على السيركل نمبر 1 ونعمل نحط 50 مايكروليتر من ايش، من عينة المريض، ونعمل ايش، بنعمل ميكس في البايبت نفسها. رح افرجيكم كيف نعمل ميكس في البايبت نفسها في اللاب. بعدين بشيل 50 مايكروليتر من الدائرة الأولى للدائرة الثانية. هسا الدائرة الأولى 50 مايكروليتر، 50 مايكروليتر ديليوشن كم؟ 1/2. الدائرة الثانية 50 مايكروليتر، ماشي، على 50 مايكروليتر برضو 1/2، لكن مخفف من الأول بمقدار كم؟ 1/2، رح تصفي عنا 1/4. منشيل من الدائرة الثانية 50 مايكروليتر على الدائرة الثالثة، بصير 1/8. بعدين 3 بنشيل على 4، 50 مايكروليتر بصير ايش عندنا، 1/16. بعدين بنشيل 50 مايكروليتر من دائرة رقم 4 لرقم 5. شو بتصير عندي مشكلة برقم 5؟ انه عندي زيادة كم، 50 مايكروليتر، صح؟ رح نعملهم ايش، رح نعملهم ديسكارد. هيك خففنا العينة. بعد ما خففنا العينة شو رح نيجي نعمل؟ رح نضيف وندروب من الريجنت على الفايف سيركلز، بنحركهم بالبلاستيك ستيك، بعدين بشوف النتائج. لنفرض كانت عندنا السيركل نمبر 1 و 2 و 3 كانوا بوزيتيف، 4 و 5 كانوا نيجاتيف، شو بطلع عندنا التايتر؟ بكل بساطة التايتر بطلع عندنا ايش؟ الدائرة الأولى بيكون أصلا الديليوشن 1/2، 1/4، 1/8. إذا التايتر كم بطلع؟ 8، صح؟ طيب لنفرض عنا وصل البوزيتيف لرقم 5، شو بطلع التايتر؟ هم ما منسجل التايتر، ليش؟ لأنه لازم نعمل كمان سيريال ديليوشن. أنا ما بسجل النتيجة قبل ما أشوف جنب البوزيتيف بعده إيش؟ في نيجاتيف. هسا 5 بوزيتيف لازم أشوف بعدها نيجاتيف، فمنكون نعمل سيريال ديليوشن أكتر للعينة لحد ما نشوف النيجاتيف، واضح؟ هسا بالنسبة للفحص، في فحوصات احنا بس منطلع احنا فيها التايتر، وحكيت لكم في فحوصات تانية منطلع فيها غير التايتر، فيها غير ايش، منطلع فيها كونسنتريشن، بعطيني كمية. كيف ممكن نطلع الكونسنتريشن؟ عن طريق ايش؟ عن طريق التايتر. اذا اخذنا التايتر ضربناه بشيء بنسميه الكت سنسيتيفيتي. شو هو الكت سنسيتيفيتي؟ الكت سنسيتيفيتي هي عبارة عن أقل تركيز ممكن إنه إيش؟ شو هي الكت سنسيتيفيتي؟ بالنسبة للكت سنسيتيفيتي هي عبارة عن أقل تركيز لا السيري أكتيف بروتين اللي إذا وجد في عينة المريض رح تطلع معاي بوزيتيف، بنسميه المينيمم ديتكتبل كونسنتريشن، اقل تركيز ممكن الكت انه ايش، الكت انه يكشف عن وجوده، يعني يعطيني له بوزيتيف. شو الكت سنسيتيفيتي للسيري اكتيف بروتين؟ هو 6 ملي جرام لكل لتر. طب شو معنى هذا؟ معناته اي عينه بتطلع عندي بوزيتيف في فحص السيري اكتيف بروتين اقل اشي تركيزها رح يكون 6 ملي جرام لكل لتر،
ماشي، او اعلى من 6 ملي جرام لكل لتر. شو بنستفيد من كيت سنسيتيفيتي؟ بنطلع عن طريق الكونسنتريشن. كيف نطلع الكونسنتريشن؟ بكل بساطة نضرب السيري اكتيف بروتين، عفوا الكيت سنسيتيفيتي للسيري اكتيف بروتين، نضربه في التايتر اللي هو ايش، 6 ملي جرام لكل لتر ضرب التايتر. نفرض طلع معانا التايتر ايش، نفرض طلع معانا التايتر. هسه رح نحكي عن الفحص الثاني اللي هو عبارة عن فحص الـ RF أو بنسميه الريماتويد فاكتور. الريماتويد فاكتور هو عبارة عن فاكتور بسبب لي مرض بنسميه إيش، بيكون وجوده سبب في مرض بنسميه الريماتويد أرثرايتس. شو هو الريماتويد أرثرايتس؟ اللي هو إيش، التهاب المفاصل أو الروماتيزم. التهاب المفاصل غالبا بيشكل لي مشاكل في إيش، في المفاصل، وهي الوجهة الرئيسية للديزيز، لكن مش لحاله، ممكن يسبب مشاكل كمان للقلب، العيون، والرئتين، والبلد فيزلز. ماشي، منتشر في البوبيليشن بنسبة 1%. لو نشوف مين أكثر عرضة لإله، النساء أم الرجال، رح نلاحظ إنه اللي أكثر عرضة لإله النساء بثلاث مرات أكثر من الرجال. حاولوا يدوروا لسبب محدد ل مرض الروماتيزم او الروماتويد ارثرايتس. ما في حد سبب محدد، اللي هو بس هو فقط عباره عن مجموعه اسباب مع بعض ادت لي الى حدوث عفوا الروماتويد ارثرايتس. شو هاي الاسباب؟ ممكن اسباب هرمونيه، ممكن اسباب بسبب الجينيتكس الوراثه، ممكن اسباب بسبب ايش، بسبب الانفايرمنت. هاي الأسباب الوراثية والهرمونية والإنفيرمنتال كونديشن ممكن مع بعض أدت لحدوث إيش، الروماتويد أرثرايتس. لكن كسبب محدد إنه هو السبب في إنه صار عندي الروماتويد أرثرايتس، ما في سبب محدد. ماشي، شو اللي بسبب لي حدوث الروماتويد أرثرايتس أو مرض الروماتيزم؟ بسبب إيش، في عندنا فاكتور بنسميه الروماتويد فاكتور. طبعا حكينا الريماتويد فاكتور ممكن يرتفع في الجسم، لكن شو اللي بيسبب ارتفاعه، سبب ايش؟ سبب مش معروف، هي عبارة عن مجموعة اسباب مع بعض. طب شو اللي بصير لما يرتفع الريماتويد فاكتور؟ الريماتويد فاكتور هو عبارة عن اوتو انتيبودي او بنسميه انتي انتيبودي. كيف يعني؟ يعني هو عبارة عن انتيبودي، لكن هذا الانتيبودي رح يمسك في انتيبودي تاني، فهو عبارة عن انتي انتيبودي. طب شو نوعه؟ نوع الريماتويد فاكتور هو انتيبودي من نوع اي جي ام. شو اللي بيميز لي الريماتويد فاكتور؟ الريماتويد فاكتور الاي جي ام ريماتويد فاكتور بيكون موجه ضد الاف سي ريجن للاي جي جي، فرح يجي الاي جي ام من هذا النوع اللي هو نوع الريماتويد فاكتور، رح يرتبط في اي منطقة الانتيجين بايندينج سايت له، رح يرتبط في الاف سي ريجن للاي جي جي، رح يكون لي كومبلكس. شو هذا الكومبلكس؟ اللي هو عبارة عن الريماتويد فاكتور متصل في أي منطقة في الاف سي ريجن للاي جي جي. هذا الكومبلكس شو مشكلته؟ وجود هذا الكومبلكس رح يعمل لي اكتيفيشن للكومبلمنت بروتين وللانفلاماتوري ريسبونس. ماشي، نمشي فيهم واحدة واحدة. في عنا الريماتويد فاكتور طلع في الجسم، شو الريماتويد فاكتور؟ عبارة عن اوتو انتيبودي اي جي ام نوعه، بيكون ضد ايش؟ ضد الاف سي ريجن للاي جي جي. رح يجي هذا الاي جي ام يرتبط بالاف سي ريجن للاي جي جي، ارتباطهم مع بعض شو رح يعمل لي؟ رح يعمل لي الريماتويد فاكتور اف سي ريجن اي جي جي كومبلكس. هذا الكومبلكس شو مشكلته؟ رح يعمل لي اكتيفيشن للكومبلمنت بروتين والانفلاماتوري ريسبونس. هذا الاكتيفيشن للكومبلمنت بروتين والانفلاماتوري ريسبونس شو رح يعملوا لي؟ رح يهاجموا لي الجوينتس المفاصل. فبهذا الاشي اللي رح صار عندنا ايش، صار عندنا مشاكل بالمفاصل وسبب لي مرض التهاب المفاصل او الروماتيزم. ماشي، اذا كترتيب عندنا وجد الار اف، الار اف ارتبط بالاي جي جي في الاف سي ريجن، ارتباطهم مع بعض عمل لي كومبلكس، الكومبلكس عمل لي اكتيفيشن للكومبلمنت بروتين والانفلاماتوري ريسبونس. شو اللي عمل ديستركشن للجوينت؟ اللي هو ان الكومبلمنت بروتين والانفلاماتوري ريسبونس. ماشي، مش الكومبلكس اللي عمل الديستركشن للجوينت، اللي عمل لي ديستركشن للجوينت اللي هن ايش، الانفلاماتوري ريسبونس والكومبلمنت بروتين لما صار لهم اكتيفيشن. واضح؟
طبعا الاشخاص المصابين بالروماتويد ارثرايتس لو اعملهم فحص نسبه اني الاقي عندهم مرتفع الار اف 70 ل 80% يطلعوا عندي بوزيتيف ب نيجي للكات. نيجي هسه للتست برنسبل، شو اللي هي قاعدة اللي بيمشي عليها التست. انا بدي افحص وجود شو عند المريض، الار اف صح، الروماتويد فاكتور. طب الروماتويد فاكتور حكينا هو ضد مين موجه؟ هو ضد ايش؟ ضد الاي جي جي صح، الاف سي ريجن للاي جي جي. فمشان هيك الريجنت عندي رح يحوي على شو؟ رح يحوي على الاي جي جي، رح يحوي على الاي جي جي صح، رح يحوي على الاي جي جي. لكن الاي جي جي لحاله ما رح يعمل لي اجلوتينيشن. ليش؟ لانه هو عباره عن اصلا سمول انتي بودي، لازم يكون محمول على ايش؟ محمول على لاتكس. هذا انتي بودي رح لازم يكون محمول على لاتكس، فبيكون عندنا ايش؟ الريجنت هو عباره عن اي جي جي محمول على لاتكس بارتيكل، بوليسترين لاتكس. واضح؟ لما نجمع الاي جي جي كاري ايجنت اللي موجود على البوليسترين لاتكس مع عينة المريض اذا احتوت على الار اف، راح يصير عندي تفاعل بين الار اف والاي جي جي ويعمل لي اجلوتينيشن. نيجي للكت. بالنسبة للكت يحوي أول إشي على إيش؟ على الـ RF Latex Reagent. شو الـ RF Latex Reagent؟ هو عبارة عن IgG ماشي موجود على إيش؟ على بوليسترين لاتكس ماشي. أنا بفرض سؤال. نيجي للـ Positive Control. الـ Positive Control فيه Human Serum إيش؟ RF تركيزه تقريبا 25 International Unit per mil. النيجاتيف كنترول عبارة عن سيرم containing ايش؟ very low concentration of RF. بالنسبة للشغل او كيف رح نشتغل، نشتغله زي ما بنشتغل ايش؟ زي ما اشتغلنا السيري اكتف بروتين بالضبط. واضح؟ الشغل رح نيجي زي ما اشتغلنا السيري اكتيف بروتين، رح نحط وندروب من النيجاتيف كنترول، وندروب من البوزيتيف كنترول، وندروب عفوا 50 مايكرو لتر من عينة ايش؟ من عينة المريض. بعدين بنحط وندروب من الريجنت على كل سيركل، بنحركهم والنتيجة اللي طلعت معانا بوزيتيف. شو رح نعملها؟ رح نعملها سيمي كوانتيتاتيف تيست. السيمي كوانتيتاتيف تيست بنطلع منه التايتر، نفس شغلنا في السيري اكتيف بروتين. بعد ما نطلع التايتر شو رح نعمل؟ من التايتر بنطلع الكونسنتريشن. كيف بنطلع الكونسنتريشن؟ عن طريق ان نضرب التايتر في الكت سنسيتيفيتي. شو الكت سنسيتيفيتي للار اف؟ الكت سنسيتيفيتي للار اف 8 انترناشونال يونت بير مل. فمباشره بضرب الكت سنسيتيفيتي اللي هي 8 ضرب التايتر، بيطلع عنا النتيجة بإيش؟ بالإنترناشونال يونت بير. زي ما أنتوا شايفين هنا عندي هاي عينتين، مثلا نفرض أنها عينتين، العين الأولى عينة بوزيتيف، العين الثانية نيجاتيف. ليش الأولى بوزيتيف؟ لأنك شايف فيها أجلوتيناشن. وهون كيف نطلع الكونسنتريشن؟ بس نضرب بإيش؟ بالكت سنسيتيفيتي لا شو هو الـ ASO؟ الـ ASO هو عبارة عن الـ Anti-Streptolysin O. Anti-Streptolysin O اللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن Antibody ضد بروتين بنسميه الـ Streptolysin O. هذا الـ Streptolysin O هو عبارة عن بروتين موجود وين؟ موجود في الـ Strep Group A، Streptococcus Group A أو اللي هي الـ Strep Biogenes ماشي؟ هذا الستريبتولايسين او مجرد ما انه يدخل على جسمك البكتيريا اللي هي ستريب بايوجين، جسمك رح يشكل مناعة ضد الستريبتولايسين او. شو هي المناعة اللي رح تكون ضده؟ اللي هو انتي ستريبتولايسين او. اذا الانتي ستريبتولايسين او هو عبارة عن انتي بادي ضد الستريبتولايسين او اللي موجود وين؟ موجود في جروب A
ستريب جروب ايه، او نسميها الستريب بايوجينز. لو نشوف الستريب بايوجينز الجروب ايه شو بتنتج لي، بتنتج لي تو انزيمز، في عندي ستريبتولايسين اس والستريبتولايسين او. بس شو الفرق بيناتهم؟ بالنسبة للستريبتولايسين اس هو عبارة عن اكسجين ستيبل بس مش انتيجينك. شو يعني مش انتيجينك؟ يعني جسمك ما بيشكل ضده مناعة. والستريبتولايسين او اللي هو الاكسجين ليبايل هو اللي جسمك بشكل ضده مناعة، مشان هيك احنا بنفحص وجود الانتي ستريبتولايسين او في السيرم للشخص المصاب بايش؟ بالستريب جروب اي. ماشي، لو اطلع على الستريبتولايسين اس او الستريبتولايسين او بوث ايش بيعملوا لي ديستركشن للار بي سي، والتنين مسؤولين عن ايش؟ التنين مسؤولين عن البيتا هيموليتيك ابيليتي للجروب اي، التنين مسؤولين عنها. لكن مين المسؤول عن انه يصير ضده مناعة؟ اللي هو فقط الستريبتولايسين او بتشكل ضده انتي ستريبتولايسين او. شو هو البرنسبل للفحص؟ بالنسبة للبرنسبل للفحص انت بدك تفحص في السيرم ايش؟ انتي ستريبتولايسين او. فبكل بساطة الريجنت رح يحوي على شو؟ رح يحوي على الستريبتولايسين او محمول على بوليسترين لاتكس. بجمع الريجنت اللي هو فيه الستريبتولايسين او محمول على البوليسترين لاتكس مع عينة المريض، اذا احتوت على الانتي ستريبتولايسين او بيصير في عنا تفاعل بين الستريبتولايسين او والانتي ستريبتولايسين او اللي موجود في السيرم، بيعمل لي اجلوتيناشن. بالنسبه للكت، الكت راح يحوي على 3 بوتلز. البوتل الاولى اللي هي الاي اس او لاتكس ريجنت، فيه ايش؟ فيه ستريبتولايسين او محمول على البوليسترين لاتكس. في عندي البوزيتيف كنترول اللي هو ايش؟ هيومن سيرم فيه انتي ستريبتولايسين او اعلى من 200 انترناشونال يونت لكل مل. وايش عندنا؟ النيجاتيف كنترول اللي هو ايش؟ فيه اقل من 100 انترناشونال يونت لكل مل. ليش البوزيتيف كنترول فيه اعلى من 200 انترناشونال يونت بير مل؟ لانه 95 من الاشخاص اللي غير مصابين، ماشي، اللي هو هسه مش مصاب بالستريب جروب ايه، راح الاقي انه عنده ايش؟ الاقي عنده انتي ستريبتولايسين او لكن تركيزه اقل من او يساوي 200 انترناشونال يونت بير مل. فمشان هيك اصلا الكيت سنسيتيفيتي لهذا الكيت هو ايش؟ 200 انترناشونال يونت بير مل، لانه اذا انت 200 او اعلى من 200 فبتكون عندك النتيجه بوزيتيف. بالنسبة للعملي، العملي نفس العملي للسيري اكتيف بروتين، ونفس اللي سواء كان في الكواليتاتيف تيست او في السيمي كوانتيتاتيف تيست. وايش الاختلاف؟ الاختلاف فقط في الكونسنتريشن. كيف بطلع الكونسنتريشن للانتي ستريبتولايسين او؟ عن طريق اني اضربه بالكت سنسيتيفيتي. حكينا شو الكت سنسيتيفيتي للانتي ستريبتولايسين او اللي هي 200 انترناشونال يونت بيرمل، بضربها بالتايتر وبطلع الكونسنتريشن. لهون ايش بنكون؟ بنكون خلصنا اللاب. كملخص لللاب، الاندايركت اجلوتينيشن في عندي 3 فحوصات حكينا عنها في اللاب. شو هي هاي 3 فحوصات؟ فحص السيري اكتيف بروتين اللي هو بروتين بيرتفع في حالات الانفلاميشن، فحص الريماتويد فاكتور اللي هو بيرتفع في حالة الاصابة بالريماتويد ارثرايتس غالبا، وفحص ايش؟ فحص الانتي ستريبتولايسين او اللي هو عبارة عن أنتيبادي بيفرز الجسم ضد الستريبتولايسين أو اللي بيكون موجود كإنزيم عند مين؟ الستريب جروب A اللي هي البيوجينز. السيري أكتيف بروتين بيرتفع في حالات الإنفلاميشن، بعمل له فحص صح لكن إن هو غير إيش؟ فحص غير محدد، not specific، ما بيحدد لي نوع الإنفلاميشن. بالنسبة للريماتويد فاكتور هو عبارة عن أنتي أنتيبادي من نوع IgM directed against الأفسي ريجن لمين؟ للآي جي جي. ارتباطهم مع بعض رح يعملوا لي كومبلكس، هذا الكومبلكس رح يعمل اكتيفيشن لمين؟ اكتيفيشن للكومبلمنت بروتين والإنفلاماتوري ريسبونس اللي بدورهم رح يعملوا ديستركشن للجوينت. فأنا في هذا الفحص بفحص وجود ريماتويد فاكتور اللي هو بيسبب لي الريماتويد أرثرايتس.
الانتي ستريبتولايسين او بفحص وجود الانتي ستريبتولايسين او اللي هو ضد ايش، ضد جروب اي ستريبتولايسين او. طريقة العمل بالنسبة لهم وحدة، بيكون عندي كواليتاتيف تيست، بعد ما يطلع معي بوزيتيف في الكواليتاتيف تيست راح اعمل سيمي كوانتيتاتيف تيست واطلع التايتر. بعد ما اطلع التايتر بقدر اطلع الكونسنتريشن عن طريق اني اضرب التايتر في ايش، في الكت سنسيتيفيتي. لهون بتكون معاكم مادة الامتحان